نعمل أول وصفة من تاني حلقة من حلقات باراغواي وهو بودنج الرز. ومقادير البودنج عندنا 2 كوب حليب، 1 كوب رز بسمتي، 2 عود قرفة، 3 كوب حليب، 1 معلقة كبيرة فانيليا، 1 عبوة حليب مبخر، 1 عبوة حليب مكثف محلى، و2 معلقة كبيرة قرفة. أول حاجة هنعملها هنحط الجزء الأول من اللبن، مع الرز وعود القرفة، وهنسيبهم على النار لحد الرز ما يستوي تماما. هنحط الجزء الثاني من اللبن، هنحط اللبن أو الحليب المكثف المحلى والمبخر، وهحط الفانيليا وجزء من القرفة، وطبعا هنسيبه على نار هادية، هيقعد حوالي من 30 إلى 40 دقيقة على النار لحد ما يتشرب الكمية الثانية من اللبن اللي أضفناه، سواء لبن عادي أو مبخر أو مكثف محلى. هنحط مكسرات مشكلة